مرحبا يا سابع اهلا يا دانا وعليكم السلام يا تمام وعليكم السلام يا سابع نورك يا عبد الرحمن طيب سابع بدي ابعت لكم رابط الحصه عشان تبعتوه لاصدقائكم لانه اليوم بدنا نعمل مراجعة لكل الحصص اللي أخذناها سابقا على الأغلب رح يبدأ من هذا الأسبوع الامتحانات الحمد لله يا تمام فقدناكم صنع أسبوعين مو ماخدين حصة مس أنا امتحنت يوم الخميس ما شاء الله والله سريعين يا تمام ليان وعليكم السلام يا مس مشتاقة جدا إنتوا كيفكم هاتفكت غالي يا عبد الرحمن إنت بألف ألف خير يا رب هاي الأغلب امتحاناتهم الأسبوع الجاي طب سابع اكتبولي بالشات من أي درس رح تبدأوا امتحان الشهر الثاني عشان أراجع معكم بدءاً من الامتحان اللي رح تبلشوا فيه اكتبوا لي اسم الدرس اللي راح تبدأوا منه يا سابع هل راح تبدأوا من القصيدة ولا من قالوا في الأمثال ولا الألعاب الأولمبية يا سابع حددوا لي الدرس اللي راح تبدأوا فيه علشان نحن نبدأ مع بعض برضه من درس الأمثال ممتاز. الأغلب يا سابع من درس الأمثال الألعاب الأولمبية، هلأ آه هو مراجعة يا مس وبرضه عاملة امتحان. عشت يا أردن فينا، طب يلا يا سابع اكتبوا لي الأغلب للدرس رح يبدأ منه آه. ممتاز. رح نبدا منه رح ابدا المراجعه من هذا الدرس هي عشت فينا يا اردن وقالوا في الامثال ممتاز ايضا يا سابع مين داخل معاه كمان الالعاب الاولمبيه ممتاز تمام خلونا الان نبدا معناته بالقصيده نشرحها بشكل سريع هلا اول شيء قبل ما نبدا يا سابع نحن لازم نعرف الشاعر اللي كتب لنا القصيده الشاعر هاي المره اللي كتب لنا قصيده عشت يا اردن فينا هو حيدر محمود هلا حيدر محمود هو شاعر يا سابع اول شيء اشتهر في الشعر الوطني اذا هو شاعر اردني اشتهر بشعره الوطني هلا هل ضروري جدا كونه اللي داخل معهم الدرس في الامتحان نكون عارفين اسماء الدواوين الشعريه اللي كتبهم حيدر محمود. فمن اهم الدواوين الشعريه اللي كتبهم حيدر محمود اول شيء شجر الدفله على النهر يغني والديوان الثاني عباءات الفرح الاخضر. هذول الديوان لازم نحفظهم علشان الاستاذ او المعلمه لما يجيبوا لنا ما اسم دواوين الشاعر حيدر محمود طب لو جابوا لنا القصيده يا سابع حكوا من اي ديوان من دواوين حيدر محمود اخذت قصيده عشت يا اردن فينا من عباءات الفرح الاخضر ممتازه يا دانا اذا الديوان الشعري الذي أخذت منه قصيدة عشت يا أردن فينا ما هي عباءات الفرح الأخضر خلونا نبدأ الآن بالقصيدة ممتاز يا تمام أحسنت الآن قلبي لغير هوى الأردن ما خف الأردن ما خفق وغير ربع الجباه السمري ما عشق الآن يا سادس، سابع، أول شيء عندي هوى اللي هو حب وخفق خفق معناها اضطرب أو تحرك طب من هم الرب هم الجماعة ومن ماذا قصد بالجباه السمر؟ الان دائما يا سابع لما يحكوننا الجباه السمر، هلا نحن بنعرف الجيش كونهم بيتدربوا في جميع الظروف احسنت يا تمام، اذا قصده بالجباه السمر هم الجيش الاردني، فدائما نحن بنقصد بالجباه السمر هم الجيش الاردني إذا هون الشاعر بيقول إنه قلبه لم يخفق ويعشق لغير الأردن والجيش الأردني والأردنيين، إذا قلبه لم يتحرك الحب فيه إلا للأردن والجيش الأردني والأردنيين. الآن ولا أحبت عيوني مثل طلتهم، ما معنى طلتهم اللي هي طلعتهم أو ظهورهم يا سابع. وعلى الروابي، هلا هل الروابي مفردها يا سابع رابية، طب ما معنى الرابية؟ كل ما ارتفع من الأرض، ممتاز يا عبد الرحمن ويا تمام، إذا الروابي مفردها الرابية وهي الأماكن المرتفعة أو كل ما ارتفع عن الأرض. رماحا ما معنى رماحا؟ اللي هي عود طويل له راس حاد اذا الرماح اللي هو دائما بنعرفه يا سابع اللي بيقاتلوا فيه كانوا في المعارك قديما فالان هاي الرماح هي عود طويل له راس حاد يقاتل فيه الجيش الاعداء طيب الان العبق اللي هي الرائحه الزكيه او الجميله ممتازيه تمام نعم يا دانا الآن إذا العتيق الرائحة الزكية إذا هنا يا سابع الشاعر بيكمل القول ويقول أن عيناه لم تعشق وتحب مثل طلت الأردنيين وهم في الأعالي إذا طلتهم على الروابي إذا كانت دائما صلتهم لها هيبتها على الرواب والاماكن المرتفعه طب مثل ماذا مثل الرماح الذين التي ينشرون بها الامن والسلام طب الان كيف بينشروا الامن والسلام يا سابع مثل ما بينشروا الرائحه الطيبه في المكان ممتاز اذا هون في عندي تشبيه اذا شبه الاردنيين على الرواب والاماكن المرتفعه بماذا بالرماح التي تنشر الامن والسلام اذا شبه الشاعر الاردنيين بماذا بالرماح هلا يا علي هاي الحصه مراجعه للامتحان عشان الطلاب اللي عندهم امتحان هذا الاسبوع وبدايه الاسبوع القادم ممتاز يا عبد الرحمن الآن فهم لظا وشذا شمس ودال سبحان من جمع البارود والحبقة الآن اللظى يا سابح هي نار لكن هاي النار ما إلها دخان إذا النار لا دخان له طيب ما معنى شذا الشذا اللي هي الرائحة الطيبة إذا هم نار لا دخان لها طب على ايش بتدل يا سابع النار اللي ما إلها دخان على القوة ممتاز يا مس اللي حط نقاط مو عارفة شو اسمك تمام ممتاز يا عبد الرحمن طب والدالية الدالية يا سابع اللي هي شجر العنب أحسنتي أهلا يا عمرة طب سبحان من جمع البارودة والحبقة الحبق يا سابع اللي هي الريحان والبارود هي أداة للقتال كنا عارفينها ممتاز يا دانا الآن لما نحكي سبحانة هون سبحانة فيها تعجب لكن إيش نوع التعجب؟ تعجب سماعي هلأ غالبا يا دانا الطلاب ما رح يفرقوا أو يعرفوا إيش يعني تعجب سماعي وتعجب قياسي لكن لازم نعرف أهم شيء لما نحكي سبحانة إنه عندي تعجب سماعي هلأ دائما لما نحكي سبحانة الله الله ما شاء الله لله درك هدول كلهم يا سابع تعجب سماعي ممتاز يا تمام وسام أحسنت يا وسام إذا تعجب سماعي طيب الآن هون الشاعر بيحكي إنه الأردنيين هم نار حامية وشمس للأعداء، إذا هاي هم نار حامية لكن هاي النار هل إلها دخان؟ ما إلها دخان، ممتاز يا عبد الرحمن هلأ رح نحكي الصور الفنية الموجودة في البيت. أيضا بيحكي إنهم زي النار والشمس للأعداء وبيحكي إنه إلهم رائحة طيبة وشمس هذول يعني الأردنيين مثل الشمس اللي الأصدقاء بيستظلوا تحت هاي الشمس يا سابع فبيتعجب الشاعر هون بيحكي سبحان من جمع بين هذين الجانبين إيش هم الجانبين اللي جمع فيهم بالأردنيين القوة واللين إذا هؤلاء الأردنيين يا سابع هم مثل النار ومثل الشمس للأعداء وايضا هم مثل الشمس اللي بيس... مثل الشجره اللي بيستظل تحتها الاصدقاء فهنا من ايش بيتعجب الشاعر يا سابة؟ بيتعجب كيف جمع في الاردنيين هات... هاتين الصفتين اللي هم القوه واللين مثل اللي بيجمع بين الورد والبارود ممتاز يا وسام الربوع اللي هي اماكن الربيع لكن لسه ما وصلناها اذا يا سابع هون في عندي صورتين فنيتين اول شيء عندي شبه الشاعر الاردنيين بماذا باللهب والشمس طيب ايش دلاله لما الشاعر يشبه الاردنيين بالشمس والنار دلاله على القوه والشده طب القوة والشدة عمين على العدو ولا على الأصدقاء على العدو إذا لما شبههم يا سابع بالنار وبالشمس دلالة على قوتهم وشدتهم على العدو طب في عندي أيضا كمان صورة فنية شبه الأردنيين بالرائحة الطيبة وشبههم برضه بالشجرة اللي بيستظل تحت الأصدقاء طيب لما احكي انهم مثل الشجره اللي بيستظل تحت الاصدقاء دلاله على ايش يا سابع هاي دلاله على اللين والرفق على الاصدقاء اذا الصورتين كل واحده من الصور اللي موجوده عندي يا سابع الها دلاله فنيه لما احكي هم لظن وشذا شمس اذا هون عندي شبه الاردنيين بالنار و بالشمس دلالة على إيش؟ دلالة على القوة والشدة على العدو تميم إحنا الأستاذ ما بعطينا صور فنية لا يا تميم ضروري أساساً تعرف الصور الفنية حتى تعرف هو ليش شبههم أنا الآن لما أحكي لك أنا شبه الأردنيين بالنار والشمس طب ليش بالنار والشمس؟ هون دلاله على قوتهم وشدتهم على العدو. طب ايضا لما احكي انه شبههم بالشمس او بالشجره اللي بيستظل تحتها الاصدقاء او ايضا شبههم بالرائحه الطيبه هون دلاله على لين الاردنيين على اصدقائهم. تمام يا تميم؟ الان <applause> نعم يا مس هو امتحان على شان تتمكنوا من الامتحان الشهر الثاني الان عندي يا نخله العز اسلوب ماذا يا سابع عندي اسلوب نداء ممتاز يا مس اذا احسنتم هنا بخاطب الاصدقاء بخاطب الملك احسنتم طيب يا نخله العز شمس العز ساطعة على الربوع التي أعطيتها الألق. الآن يا مس لما نحكي ساطعة معناها متوهجة والربوع هي الأراضي الخضراء في الربيع ممتاز إذا الربوع الأراضي الخضراء في الربيع ممتاز يا لينو وعبد الرحمن طيب الألق اللي هي البريق ولا معان. فالان هنا يا يا سابع الشاعر بخاطب جلالة الملك قائد الوطن، ماذا يقول؟ يقول أن الملك هذا هو يعني كأنه نخلة العز والفخر في الأردن. وشمس العز دائما بتسطع وبتتوهج في ربوع الأرض. طب من الذي أعطى اللمعان والألق لربوع الوطن والأردن؟ جلالة الملك عبد الله الثاني ممتاز يا عبد الرحمن هنا رح يكون في عندي صورة فنية اللي هي شبه الملك بنخلة العز أحسنت يا عبد الرحمن إذا هنا الشاعر بشبه قائد الوطن بالشمس أيضا اللي نشرت أشعتها وأضاءت المكان إذا يا نخلة العز أول شيء بيبدأ الشاعر عندي بأسلوب نداء من يخاطب تمام ممتاز يخاطب الشاعر قائد الوطن و آه ي... ثواني لأنه راح الرد ممتاز ويشبهه بنخلة العز التي فيها عز وفخر كما صنع بالشمس الساقطة التي ينتشر بريقها وضيائها على ربوع هذه البلاد ممتاز يا تمام إذا أهلا يا محمد تمام يا محمد رح أعيد هذا البيت الآن يا نخلة العز أول شيء في عندي أسلوب نداء مين بنادي وبخاطب الشاعر هون بنادي وبخاطب قائد القائد المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك طب ايش بيحكي له يا سابع؟ بيحكي له انك انت نخلة العز والفخر لهذه البلاد، وشمس العز سطعت وتوهجت في ربوع الاردن التي انت اعطيتها ماذا؟ اللمعان والتالق، هلا سابع دائما خدوها مني ما تحفظوا الشرح بالحرف، افهموا الفكره الرئيسيه اللي بيتحدث عنها البيت وصيغوها أنتوا بالطريقه الصحيحه، لكن لازم لما تكون في الامتحان تكون باسلوب ادبي او بلغه فصيحة. ممتاز وحكينا انه هون شبه قائد الوطن بالشمس اللي نشرت اشعتها واضاءت المكان الان جعلتها واحة خضراء دانية قطوفها وتركت السيف ممتشقة ممتشقة الان يا سابع عندي الواحة ما معنى الواحة يا سابع هي ارض فيها ماء وحولها أشجار إذا واحة أر فيها أشجار وماء تمام يا جناب فقط ثواني بس لأخلص الثلاث أبيات اللي ضلوا طيب دانية ما معنى دانية متدنية ثمارها إذا متدلية ثمارها طيب منتشقة يا سابع اللي هي مرفوعا محمولا نعم يا محمد في كويز اللي هو امتحان للشهر الثاني رح نراجع فيه كل شيء واحة جعلتها واحة مفعول به ثاني نعم يا دانا لكن انتو لسه ما اخذتوا الافعال اللي بتنصب مفعولين هذا بالصف الثامن الفصل الاول رح تاخذوه إن شاء الله يا عبد الرحمن إذا هنا يا سابع بيكمل الشاعر كلامه لقائد البلاد لمن؟ لقائد البلاد فيقول أنت جعلت هذا الأردن أو هذه البلاد واحة أمن واستقرار إذا لما يحكي واحة خضراء الخضار على أشياء سابع بدل على الأمن والاستقرار ف لا شايفي يا وسام إجاباتك ممتاز وهو لم يترك السيف والسلاح بل تبقيه مرفوعا بوجه من؟ بوجه المعتدين على هذه البلاد ممتاز يا مس إذا هنا بيكمل القول قائد البلاد ويقول أنه جعل هذه البلاد مكان أمن واستقرار وقطوفها وأيضا يعني زي كأنه دائما هاي البلاد للامن والاستقرار ان شاء الله دائما بتضلنا بلادنا بلاد امن واستقرار وايضا هذا الملك كان دائما يرفع سيفه اين في وجه المعتدين الان بيكمل الشاعر ويقول فمن اراد الشذا كنا ازهاره ومن اراد الاذى كنا له الارق الان الارق هي سابع اللي هو امتناء النوم ليلا ممتاز يا تمام أحسنتي إذا هون بيحكي إنه من أراد الشذا فبيحكي إنه اللي بده الأمن والاستقرار لهذه البلاد كنا إلهم قلنا الشذا اللي هي الرائحة الطيبة مثل الأزهر ولكن من يريد الأذى والسوء لهذه البلاد كنا سبب خوفه وعدم قدرته وعدم قدرته على النوم. ممتاز، إذا من يريد الأمن والاستقرار لهذه البلاد، كنا له مثل الرائحة الطيبة التي تخرج من ماذا؟ من الأزهار، ومن يريد الأذى والسوء لهذه البلاد، كنا له أو كنا له سبباً للخوف ليمتنع عن النوم ليلاً. ونحن نحن الان يا سابع لما يحكي نحن نحن دلاله على ايش دلاله على التوكيد اذا هنا في عندي يا سابع توكيد لفظي ايش يعني توكيد لفظي يا سابع يعني لما يكرر الكلمه نفسها سواء كلمه يعني اسم فعل او حرف هنا بيكون في عندي توكيد لفظي يعني الان الشاعر اكد نعم ممتاز يا تميم لكن ت... اكيد الهمزه على الف مش على نبره اذا هنا باكد مرتين اذا في عندي معنى الشاعر بدي اكده ايش هو يا سابع يقول نحن نحن سواء امطرت ذهبا سماء اوطاننا او سدت الرمقه الان هنا عندي سدت معناها منعت والرمق هو اخر ما تبقى من الروح، اذا اخر ما تبقى من الروح، طب ايش بيقصد فيها يا سابع؟ بيقصد فيها الفقر الشديد فبيحكي يا سابع في هذا البيت نحن الاردنيون نبقى على هذا الوطن كما نحن سواء كانت الحياه به رغيده وميسره او كانت ماذا؟ قليله الرز والغث. ممتاز يا عبد الرحمن. ممتاز، إذا يا سابع هون بيحكي نحن الأردنيين رح نبقى في هذا الوطن، سواء كانت الحياة رغيدة أو معسرة قليلا. طب، فليس يجمعنا خوف ولا طمع، لكنه العشق والدنيا لمن عشقه فالان هنا يا شا... يا سابع الشاعر بيحكي انه اللي بيجمعنا نحن الاردنيين في هذا الوطن هو حب الوطن، فما بيجمعنا في الخوف من شيء او الطمع في شيء معين، اذا ما الذي يجمعنا في هذا الوطن تحديدا يا سابع هو حب الوطن، فيجمع كل الاردنيين في هذه البلاد حب الوطن، ممتاز يا تميم. الآن يا سابع العاطفة اللي بتظهر عندي في هاي الأبيات، أول شيء عندي عاطفة حب الوطن، بعدين ظهرت عندي عاطفة الفخر بالقيادة الهاشمية عندما قال: يا نخلة العز شمس العز ساطعة على الربوع التي أعطيتها الألقة، فالآن في في الآن هنا هون الشاعر بيفتخر بقائد الوطن وبالقيادة الهاشمية. ايضا في عندي عاطفه الانتماء للوطن عندما يقول نحن نحن سواء امطرت ذهبا سماء اوطاننا او سدت الرمقه فليس يجمعنا خوف ولا طمع لكنه العشق والدنيا لمن عشق بيت الاخير جميل جدا طيب الان خلينا بس نحرك شوي للاعلى الآن عندي البيت الأول والثاني والثالث يا سابع الفكرة الرئيسية في أحسنتي يا دانا اللي هي حب الشاعر للأردن والأردنيين إذا البيت الأول والثاني والثالث عندي حب الشاعر للأردن والأردنيين والبيت الرابع والخامس اللي هي نخلة العز وجعلتها واحة اللي هي الفخر بالقيادة الأردنية ممتازة يا دانا أيضاً أحسنتم. طيب الآن البيت السادس والسابع والثامن هون بيتحدث يا سابع عن قوة الأردن ووحدة أبنائه في السراء والضراء، إذا بيتحدث فيها عن قوة الأردن ووحدة أبنائه في السراء والضراء، أحسنت يا عبد الرحمن. طيب أشوف إذا في عندكم أسئلة، عبد الرحمن عندك سؤال يا مس؟ لا يا تمام. أه محمد الجندي عندك يا مس سؤال؟ لا مس تمام. جنى عندك سؤال؟ إيه. مس نحن بأي درس؟ لأنه الصراحة مش عارفة أنا هلا دخلت اللايف هلا نحن بوحدة قلبي لغير هوا الأردن ما خفق آه هاي بالنسبة لل درس نحن بكل الدروس هلا رح ناخذها يا جنى لأنها مراجعة لامتحان الشهر الثاني. تمام شكراً، آه حنحل حنحل أسئلة هذا الدرس والمعجم الدلالة ولا هلا لا, لا. نحن بشرحها من ضمن الشرح متضمن الأسئلة علشان نستغل الساعة ونشوف الدروس الثانية برضه في امتحان عشان نتمكن من الدروس. تمام شكراً. عفوا طيب أه... عمر مو رافع ايدك يا مس طيب السنافي اخر الحصه يا وسام مس اه يا مس كم سؤال الكويز أه هو امتحان يعني زي امتحان المدرسه مش الكويز اللي دائما بنعمله حطيته زي امتحان المدرسه عشان تاخذ الشكل الاساسي له حماس عليه بطاقه خلاص تمام بعمل لك يا محمد طيب عمر عندك سؤال يا مس احنا صفحه 40 ولا 41 ثواني بس اشوف نحن رقم الصفحه صفحه 40 اه تمام شكرا اماسي عندك سؤال يا مس مس اه يا مس هاي القطعة أنا أخذتها بامتحان الشهر الأول امتحان الشهر الثاني في الوحدة في 13 وال 14 اللي هي الأمثال والألعاب الأولمبية صح؟ هاي هلا رح ندخلهم طيب أماسي عندك سؤال يا أماسي؟ اه بس متى راح يكون الامتحان أو الكويس؟ اخر الحصه تمام طيب هلا داخل معكم من افعال الخمسه يا سابع اكتبوا في الشات ممتاز طيب داخل ممتاز طيب نحن شرحناه قبل الان رح نشرحه بشكل سريع هلا اول شيء كنا نحكي يا سابع ان الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع هذا الفعل المضارع خلص نحن عارفين انه الفعل المضارع هو الفعل اللي بيحدث في العصر الحالي او في الوقت الحالي في عندي حروف المضارعة بتدلني انه هذا الفعل مضارع، حروف المضارعة يا سابع بجمعها في كلمة واحدة وهي نأتي النون والهمزة والتاء والياء، هذول الحروف الأربعة إذا جاءت في بداية الفعل بتدلني انه الفعل مضارع، ممتاز يا محمد، طيب شو بتختلف الأفعال الخمسة عن الأفعال المضارعة اللي نحن دائما متعودين عليها؟ إنه هاي الأفعال الخمسة يا سابع بتنتهي إما بواو الجماعة، أخدتوها بالوحدة الأولى اللي هي الضمائر المتصلة، أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طيب هلا هذول يا سابع الأفعال الخمسة من اسمهم أفعال خمسة، يعني في عندي خمسة أوزان. نون النسبة لأ يا أماسي، إما واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة فقط. طيب من اسمهم الأفعال الخمسة يعني إلهم خمس أوزان يا سابع اللي بيتصل فيها واو الجماعة أنا قسمتهم لثلاث مجموعات، اللي بيتصل فيها واو الجماعة يفعلون وتفعلون، واللي بيتصل فيها ألف الاثنين يفعلان وتفعلان، واللي بيتصل فيها ياء المخاطبة فقط تفعلين هلا انتم اخذتوا بالوحده اللي سبقت انه الفعل المضارع في له ثلاثه حالات اما بيكون رفع او نصب او جزم نفس الشيء رح ينطبق على الافعال الخمسه لانه هما اساسا الافعال الخمسيه سابع افعال مضارعه فاما رح تكون مرفوعه او منصوبه او مجزومه لكن علامة الرفع والنصب والجزم للأفعال الخمسة بتختلف تماما عن الأفعال المضارعة العادية يا سابع الآن أول شيء الأفعال الخمسة إذا كانت علامة لا يا محمد الرفع مو بالضمة والنصب مو بالفتحة والجزم هدول اللي عم تحكي عنهم الرفع ضمة والنصب فتحة والجزم بالسكون هدول للفعل المضارع مثل لما اجي احكي يا محمد ويا سابع يبتعد يبتعد هل سبقها اي اداه لا اذا هذا فعل مضارع مرفوع بالضمه لن يبتعد سبقها حرف نصب اذا منصوب بالفتحه لم يبتعد هنا في عندي اخرها سكون سبقها جزم فعل مجزوم فعل مضارع مجزوم بالسكون احنا اللي عم نحكي عنه الان بيكون بالافعال الخمسه شو يعني أفعال خمسة؟ يعني هي أفعال مضارعة انتهت إما بواو الجماعة أو بألف الاثنين أو بياء المخاطبة حسب يا سابع الفعل اللي موجود أمامي. هلا أول شيء حكينا مرة عن حالة الرفع. هلا حالة الرفع هذا الفعل المضارع بيكون مرفوع بحالة وحدة متى؟ لما ما يسبقها أي أداة من أدوات النصب. او الجزم طب يا مس لازم احفظ ادوات النصب والجزم ضروري جدا يا سابع انكم تحفظوها ادوات النصب ان لن كي حتى لام التعليل ممتاز يا سابع محمد هاي لم من ادوات الجزم وليس النصب النصب هيهم ثواني احددهم بالاصفر ان لن كي حتى ولام التعليل كل هاي الأمور وهاي القواعد يا سابع نحن شرحناها سابقا كله موجود على اليوتيوب لكن نحن بدنا نراجع بشكل سريع إذا عندي أدوات النصب أن لن كي حتى لام التعليل طب أدوات الجزم يا مس أدوات الجزم لم ولما ولام الأمر ولن هي هيهم أيضا رح أحددهم بالأصفر ضروري جدا يا سابع انكم تحفظوهم هدول الادوات اذا لم يسبقوا الفعل المضارع بيكون الفعل المضارع مرفوع طيب الافعال الخمسه يا سابع بماذا ترفع هي راح ارجع احددها فوق الاصفر بالاحمر ترفع بثبوت النون يعني ثبوت النون؟ يعني النون اللي بتكون في النهاية بتضلها موجودة عنا ما بحذفها يا سابع. مثل لما أحكي الطلاب يشاركون هل سبقت يشاركون أي أداة من أدوات النصب أو أداة من أدوات الجزم؟ ممتاز لا ما سبقها. طيب. الآن يشاركون يشارك فعل انتهى هذا الفعل بالواو والنون اللي هي واو الجماعة مثل ما حكينا إما بالتصل واو الجماعة ألف الاثنين يا المخاطرة أحسنت يا محمد إذا بحرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه مش الضم يا سابع ولا الواو علامة رفعه ثبوت النون لماذا ثبوت النون بعلل يا سابع لأنه من الأفعال الخمسة ضروري جدا إذا فعل مضارع مرفوع ممتاز يا عبد الله وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة طب يا ضمير يا سابع أي ضمير واو الجماعة الف الاثنين ياء المخاطبة كل الضمائر يعني الثلاث الضمائر اللي راح تتصل بالأفعال الخمسة دائماً بعربها فعل مضا... ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل إذا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أحسنت يا عبد الله طب لو كانت الأفعال الخمسة في حالة نصب، إيش يعني يا سابع حالة نصب؟ يعني سبقها أداة من أدوات النصب اللي هي أن، لم، كي، حتى لام التعليل. طيب إذا سبقها أداة من أدوات النصب، هل راح تنصب بالفتحة؟ لا يا سابع، راح أنصبها حذف النون، إذا إذا سبقها أداة من هاي الأدوات، إذا مباشره بحذف النون ايش يعني بحذف النون النون اللي بنهايه الافعال الخمسه نشطبها يا سابع هاي دلاله على النصب طيب تمنى من الطلاب ان يشاركوا في الحصص التفاعليه هل يشارك فعل مضارع سبقها اداه هاي الاداه ان من ادوات مين من ادوات النصب ممتاز اذا بعربه فعل مضارع منصوب علامه نصبه ايش يا سابع حذف النون لا كل القواعد يا مس حذف النون ليش حذف النون لانها من الافعال الخمسه طب الواو حكيت اي ضمير رح يتصل رح يكون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الفنون لأنه مش يا محمد ليس من الأفعال الخمسة لأنه من الأفعال الخمسة من طيب أخر شيء عندي يا سابع اللي هي حالة الجزم بحالة الجزم إما رح يكون في يسبق الفعل المضارع لام لما لام الأمر أو لام ناهية هلأ نحن لما نيجي نحكي لم يشاركوا الطلبة في الحصص التفاعليه او خلونا نروح على الفعل الثاني اللي ما حياء المخاطبه لتكتبي اللام هاي لام الامر تكتب فعل مضارع لام الامر لما سبقت الفعل المضارع ايش بعربه فعل مضارع ايش حالته يا سابع مجزوم طيب ليش مجزوم لانه قبله لا. اللام الامر فعل مضارع مجزوم بدي اشوف علامه جزمه ممتاز يا محمد اذا علامه جزمه حذف النون عبدالله الله احسنت لماذا لانه من الافعال الخمسه طب هاي الياء اللي هي اسمها ياء المخاطبه ايش بعربها ضمير متصل مبني في محل ممتازين يا سابع رفع فاعل إذا جميع الضمائر المتصلة بالأفعال الخمسة بتكون في محل رفع فاعل ضروري جدا يا سابع إنكم تتمكنوا منها إذا جميع الضمائر اللي راح تتصل بالأفعال الخمسة بتكون في محل رفع فاعل ممتازين يا سابع الآن خلونا نرجع للكتاب ثمانية نحن حلينا أيضا الأسئلة بالمرات السابقة كل يا سابع موجود على اليوتيوب أيوة، وسام بحكي لكم ممتاز يا سابع هيك بدي إياكم. طيب. الآن يا سابع عنا قالوا في الأمثال. هلا دائما يا سابع بدكم تكونوا عارفين انه الامثال بتدل على ايش دائما بتكون اهميتها انها بتعكس طبيعه الشعوب وثقافتها فالان هي بتبرز المثل العليا وبتصف احوال الناس الاقتصاديه والفكريه والاجتماعيه الكوز هي راح يكون امتحان باخر الحصه أيضا يا سابع معكم اللي هي قالوا في الأمثال ممتاز أحسن نعم هو رح نحكي عن قصتين اللي هي شن وطبقة وقول القول الموجز له قطعت جهيزته قول كل خطيب ممتاز الآن يا سابع أول شيء عندي المثل قول موجز ثواني نعم يا مس أكيد يا عبد الرحمن بس بدي أشوف الآن الرافعين أيديهم إذا عندهم سؤال قبل ما نبدأ عبد الرحمن عندك سؤال يا مس مس آه يا مس خلنا نقرأه تمام يا محمد اقرأ يلا أول شيء المثل قال الموجز والتعبير فصيح يضرب تعليقا على موقف في مناسبة معينة فيستحسنه الناس ويردون بعد ذلك في مواقف مشابهة ويرتبط المثل في العادة بقصة تفسره وتنبع أهمية الأمثال من أنها مرأة تعكس طبيعة شعوب ثقافتها وتبرز مثلها العليا وتصبح والي الناس الفكرية والاقتصادية والاجتماعية وتحذر وتختصر بكلمات قليلة، قصص طويلة تشمل ميادين الحياة كافة، تم العرب أمثالهم فبادروا إلى تدوينها وكثرة المؤلفات فيها، وأشهرها كتابا جمع جمهرة الأمثال للعسكري، وجمع الأمثال للميداني، وهذان مثلان عربيان يعني سائران مع قصة مع قصة كل منهما. ممتاز. الآن أول شيء عندي يا سابع المثل قول موجز، الموجز يا سابع هو الكلام المختصر ممتاز إذا موجز مختصر، طب هذا الاختصار هل كان ضد أم مع دائما الكلام المختصر بيحمل معاني كبيرة جدا، تعبير فصيح ما معنى فصيح يعني واضح أحسنت يا دانا ثواني بس؟ إذا الفصيح اللي هو السليم والواضح طيب الآن يضرب تعليقا على موقف في مناسبة معينة إذا دائما المثل هو كلام موجز وتعبير واضح هذا المثل إحنا بنضربه ما معنى يضرب يقال تعليقا على موقف على موقف في مناسبة معينة فالآن الناس بتستحسن وما معنى بتستحسن ممتاز يا عبد الرحمن تستحسنه يعني توافقه أو تفضله ويرددونه بعد ذلك في مواقف, في مواقف مشابهة فبيرتبط هذا المثل بالعادة بقصة بتفسره فالآن دائما المثل لما تحكي العرب يا سابع بتفسر الموقف أو القصة اللي طرحت فيه ثواني تمام فبتنبع ما معنى تنبع ممتاز اذا تنبع معناها تاتي اهميه هاي المراه من انها مراه تعكس طبيعه الشعوب وثقافتها اذا اهميه الامثال يا سابع انها بتعكس طبيعه الشعوب وثقافتها فبتبرز دائما المثل العليا ما معنى المثل ممتاز يا تميم ممتاز اذا مثولها اللي هي قيمها او الصفات العليا فيها فبتوصف دائما يا سابع احوال الناس الفكريه والاجتماعيه والاقتصاديه فبنختصر بكلمات قليله قصص طويله بتشمل فيها ميادين الحياه كافه كافة معناها جميعها فالآن إن العرب دائما اهتموا بالأمثال وبادروا إلى تدوينها تدوينها معناها كتابتها فالآن صار في عندي كتب ومؤلفات هدول دائما كانوا بيحتووا على أمثال العرب مثل جمهرة الأمثال كتاب جمهرة الأمثال لمن يا سابع للعسكري ممتاز يا محمد ومجمع الامثال لمن للميداني اذا صار في عندي سابع كتب للمؤلفين بيجمعوا فيها الامثال العرب اللي هي جمهره الامثال للعسكري ومجمع الامثال للميداني فالان في عندي مثالين عربيين دائما بيحكوها في مواقف متعدده الان قطعت جهيزته قول كل خطيب الآن هنا أصله أن قوما اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيين قتل أحدهما من الآخر قتيلا حيين معناها على قيد الحياة طيب يخطبون أيضا اللي هي القونة كلمة ويسألون أن يرضى أهل القتيل بالدية الدية يا سابع مال بياخده ولي المقتول حتى يفكوا القتال بين الطرفين فبينما هم في ذلك يعني هم موجودين في ذلك الموقف أتت أمرأة هذه الامرأة يقال عنها اسمها جهيزة تمام هلأ وافق شن طبقة يا سابع بخليكم تقرأوها تمام فقالت ان القاتل قد ظفر منه ظفر منه يعني نال منه بعض اولياء القتيل فقتلوه فقالوا عند ذلك قطعت جهيزه قول كل خطيب فالان متى يا سابع بنحكي هذا المثل دائما بنحكي هذا المثل لما يكون في عندي امر حاسم بقطع فيه الخلاف تمام يتم بس ثواني يمس اذا يضرب في من ياتي براي حاسم يقطع فيه الخلاف الان عشان نستغل يا سابع اللي هي وقت الحصه وافق شن طبقه الان كان في عندي رجل من دهاء ما معنى دهاء يا سابع ممتاز إذا شديد الذكاء إذا دها مفردها داهية وهو شديد الذكاء وعقلائهم يقال له شن إذا في عندي رجل اسمه شن يا سابع فقال والله لا أطوفن ما معنى أطوفن معناها أدور في البلاد حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها إذا هذا الرجل اللي اسمه شن كان بيبحث عن زوجة شديدة الذكاء فالآن عندما كان يسير في مسيره إذا في طريقه إذ لقيه رجل في الطريق فالآن سأل هذا الرجل أين تريد الذهاب فرد عليه شنو حكى له موضع كذا يعني الآن كان بيقصد قرية معينة بدي يروح عليها شن طيب عبد الرحمن كمل لنا يا عبد الرحمن وين مصر؟ الآن كان يريد قرية التي يقصدها شن، فرافقه حتى أن أخذاه في مسيرها في مسيرهما، قال له شن أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهل أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت شن وسارا حتى أن أن قربا من قرية، إذا بزرع قد احتفظ، فقال شن أترى هذا الزرع؟ أكل أم لا؟ فقال له الرجل يا جاهل ترى نبتا مستحسدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت شن حتى أن دخلا القرية لقيت لقتهما جنازة جنازة يعني لما واحد يكون ميت وناس يودوه على جنازة. ممتاز فقال شن أترى صاحب هذا النخش حياً النعشي يعني النغش يعني النعش يا عبد الرحمن نعش يعني الخزاع او الشيء اللي, اللي الميت ما يحمل به الميت صحيح فقال له الرجل ما رايت اجهل منك ترى جنازه تسال عنها اميت صاحبها ام حي سكت عنه شن واراد مفارقته فابى الرجل ان يتركه حتى يصير به كان للرجل بنت وقال لها أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فأرادها فأراد هل ترك عقبا حيا بهم ذكره أم لا؟ يعني خلى ظل الولاد يقولوا بالرحمة ولا لا؟ أحسنت إذا كلمة عقب معناها ولد فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ثم قال أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال قال نعم فسر فسره قال شن ما هذا من كلامك فاخبرني عن صاحبك قال قال ابنة لي فخطبها شن فتزوج الرجل اياها وحملته الى اهله فلما راوها قالوا وافق من طبق فذهب مثلا يضرب في في من يجمع بينهما توافق يعني من مجازي كان بدور عماره يتجوزها تكون يعني انها بتفهم ممتاز اذا كان في عندنا رجل شديد الذكاء يا سابع اسمه شن هذا الرجل كان بيبحث عن امراه في نفس مستوى الذكاء الذي كان فيه من كان فيه شن طيب الان ذهب الى قريه كان بيقصدها حكى لا كان راح يدور في كل البلاد حتى يجد امراه بنفس مستوى الذكاء فالان هو وجد رجل كان يسير في ذلك المكان أول شيء يعني سألوا شن أتحملني أم أحملك؟ ثم عندما كانوا يسيرون في ال هذه القرية وجد زرع فقال أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ كان دائما رد الرجل كان الرجل بي يرد عليه بجهل لكن من كان الذكي بينهما هو شن أيضا عندما وجدوا في القرية جنازة سأل شن أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا الآن ما كان بيقصد عن اللي داخل النعش اللي ما يحمل به الميت هل هو حي أم ميت كان في إلى رد أو مقصد ثاني الآن لما أول سؤال سأله أتحملني أم أحملك هنا أراد أنه يحدث يعني هل هذا الرجل يتحدث ولا شن اللي يبدأ الحديث حتى يسيروا بالطريق بألفة ومحبة الثانية السؤال الثاني عندما قال أترى هذا الزرع أكل أم لا ما كان قصده أنه لما حصدوه باع أكلوا أراد هل باعه أك أهله فأكلوا ثمنه أم لا إذا هو كان قصده عن الأكل اللي هو الثمن أيضا لما سأل هل هو حي أم ميت الذي داخل النعش كان قصده أنه هل ترك خلفه ولد يديم ذكره ويدعو له فالان هذا الرجل راح فسر قول شن له. فالان شن حكى له انه هذا ما كان كلامك في البدايه، مين اللي فسر لك كلامي؟ فالان كان رد هذا الرجل انه له ابنه ذكيه هي اللي فسرت هذا الكلام، فتزوجها شن ورجع به بها الى مكان الذي كان يقيم به. فالان هذا المثل دائما صار يا سابع نحكي في من يجمع بينهما التوافق وتشابه. طيب الآن خلونا ندخل على الامتحان، هلا الدرس اللي بعده اللي هو الألعاب الأولمبية نحن موجود عنا على اليوتيوب يا سابع. فبإمكانكم تفتحوا على اليوتيوب وهلا أنا كمان راح أحل منه الامتحان. الله يعافيك يا عبد الرحمن. الآن عندي السؤال الأول. تشارك.. في الألعاب الأولمبية معظم الدول وقد منحت مدينة أثينا في اليونان شرف تنظيم أول دورة أولمبية في العصر الحديث عام الف وستة لماذا يا سابع؟ لأن اليونان هي مهد الألعاب الأولمبية في, العصر في العصور القديمة وأدخلت بدي أحرك الكلمة ثواني بدي أفعل القلم وأدخلات مسابقات السيدات في الألعاب الأولمبية أول مرة عام 1912 الآن أول شيء أنا شرحت هذا الدرس سابقا يا سابع بدي حدا يحكي لي أيضا من اللي رافعين أيديهم تميم شو نوع الفن الأدب اللي أخذنا منه هذا النص؟ مش يعني. فاهمة بس كيف يعني فن أدبي؟ يعني هلا إحنا في عند الفنون الأدبية قصة خاطرة رسالة مقالة أو رواية، يعني عدد من الفنون الأدبية تمام؟ قصة لا ركز فيها حكيناها رواية مقالة دائما يا آه، تميم اللي موجوده عندنا تبعت الالعاب الاولمبيه اللي هي مقاله تمام ممتازين يا سابع على الشات اذا نوع الفن الادب اللي اخذنا منه النص السابق اللي هو الالعاب الاولمبيه اللي هي المقاله طب ايش الفكره الرئيسيه لهاي الفقره حكيناها ايضا المره الماضيه يا سابع اشوف آه، تمام نعم يودي. شو الفكرة الرئيسية اللي بتتحدث عنها هاي الفكرة؟ تتحدث إنه أول مدينة أقيمت بها الألعاب الأولمبية هي أثينا. أحسنتي، إذا أول مدينة أقيمت بها الألعاب ثواني الألعاب الأولمبية هي أثينا، طب الآن لماذا كانت أثينا هي أول مدينة أقيمت بها الألعاب الأولمبية يا أسماء؟ أي آه أسماء؟ لأن اليونان مالها يا أسماء؟ بالسنافي يلا يا سابع عبد الرحمن نعم. يلا يا مس لماذا ايش لماذا كانت اثينا هي اول مدينه اقيمت بها الالعاب الاولمبيه هي لان اليونان مالها لان اليونان مهد الع... مهد الالعاب الاولمبيه في العصور القديمه في العصور القديمه ممتاز عبد الرحمن اذا اساسا اثينا موجوده في اليونان فاساسا يا سابع اليونان هي مهد ما معنى كلمه مهد لما ممتاز تمام على الشات مهد معناها منشأ، طب خلونا على الشات أفضل عشان نستغل الوقت اللي ضل يا سابع. إذا مهد معناها منشأ، طب ما معنى منحت؟ أعطيت أحسنت ياليل، إذا منحت اعطيت احسنت يالين اذا فالآن يا سابع عندي أثينا أو اليونان هي أساسا مهد الحضارات، منشأ الألعاب الأولمبية في العصور القديمة. هلا مطلوب مني يا سابع استخراج، دائما يا سابع دائما اتعودوا لما بدي اجي استخرج بمسك كل وحده يعني كل شيء مطلوب مني بالاستخراج بعدين يا مس ببدأ. الان جمع المؤنث السالم انا بعرف انه جمع المؤنث السالم هو كل جمع ما اختلف فيه الجمع الا الكلمة المفردة الا انه انا ضفت بالنهاية الف وتاء هذا مس الامتحان او الكويز لانه مراجع على كل شيء اذا عندي مسابقات ممتازين يا سابع فمسابقات جمع مؤنث سالم عندي مفردها مسابقه هي راح اكتبها هنا هل المسابقه عن مسابقات اختلفت شيء لا انا فقط ضفت الف وتاء في النهايه سيدات ممتاز يا وسام سيده سيدات احسنتم طب الان بدي جمع تكسير يلا العاب ممتاز ايضا لا يا لين تشارك فعل الدول ممتاز يا صالح اذا العاب والدول جمع تكسير ايضا العصور احسنت يا دانا العصور جمع تكسير هلا ما في عندي هون يا مس أسماء الأخلاق مو موجودة عندي هنا. هي الأخلاق صحيح إنها جمع تكسير لكن أنا بدي أستخرج من النص اللي موجود عندي. طيب بدي فعل مبني للمجهول أنا أساسا ضبطته. منحت أيضا أيضا يا سابع أدخلت أحسنت يا قيس إذا منحت وادخلت ايش يعني يا سابع فعل مبني للمجهول يعني بالماضي ضم الاول كسر ما قبل الاخر بالمضارع ضم الاول فتح ما قبل الاخر الان بدي فعل مضارع تشارك احسنت ايضا ممتاز، إذا تشارك فعل مضارع. الآن بدي أفرق بالمعنى هاي على درس الأمثال يا سابع، يعني أنا جمعت لكم أغلب الدروس في الامتحان اللي راح تكون داخلي معكم. الآن بدي أفرق بالمعنى فيما تحته خط. أحسنتم. هل ترى الرجل يح عقبًا يحيا بهم ذكره؟ ممتاز، إذا ولدًا. ممتاز طب جرى حوار عقبة أو عقب الندوة الثقافية بعد أو خلف أحسنتم إذا بعد أو خلف طب بناء على دراستنا للآن شرحناها للأمثال ليش يا سابع الأمثال إلها مكان بارزة في التراث الإنساني وما زلنا نرويها حتى زمننا الحالي حكاتها في البداية ممتاز يا لقيمتها في حياة الناس أيضا ممتاز إذا دائما بنحكي لأنها تعكس طبيعة الشعوب وثقافتها الآن بناء على المثل اللي نحن حكيناه بدل على إيش على ثقافة هاي الشعوب وتبرز مثلها ثواني العليا ممتاز والاستفادة مما تمثله من تجارب حياتية تختصر بكلمات قليلة للقصص ممتاز أحسنتم طب متى يا سابع بضرب مثل قطعت جهيزة قول كل خطيبا ممتاز يا عبد الرحمن عندما يضرب في من يأتي بخبر حاسم يقطع فيه الخلاف طب وافق شن طبقه ممتاز يضرب في من وقع بينهم توافق وتشابه إذا أول شيء قطعت جهيزة قول كل خطيب لما بدي أحزم أو يكون في عندي قطع حاسم للخلاف ووافق شن طبقة بحكيها باللي بيوقع بينهم توافق وتشابه ممتاز يا تمام أحسنتي طيب الآن نركز يا سابع بدي أدخل لام الأمر المسبوقة بحرف الفاء على الفعل المضارع هلا أول أنت أحلى طالب يا عبد الرحمن هلا أول شيء لازم نعرف أن الفعل المضارع بيكون مرفوع بالضمة مثل هاي نبتعد تمام ممتازة تمام بس أنا بدي الحركة الأخيرة لأنه إيش مطلوب مني دانا أحسنتي غيري ما يلزم حكيت انه من ادوات الجزم لام الامر هلا لام الامر لما احكي أداة جزم يعني الفعل المضارع بأشياء سابع بده يكون مجزوم ممتاز بالسكون لا يا رماس مش بالكسرة يجزم بالسكون فالآن لما بدي أدخل عليها فاء المسبوقة بلام الأمر أو اللام الأمر المسبوقة بالفاء فالنب ساعد. هنا عندي نبتعد بالضمة فلنبتعد بالسكون لماذا؟ فعل مضارع مجزوم شو علامة جزمه يا سابع؟ السكون أحسنتم طيب الآن بدي أعرف ما تحته خط ترسم الخطط لبناء الأمم ممتازين، الآن عندي الفعل ترسم، ما أنسى يا سابع اللي هي الفعل المضارع المبني للمجهول، حكيت إن الفعل المضارع بالمضارع أو الفعل المبني للمجهول بالمضارع ضم الأول فتح ما قبل الآخر، ممتازين، إذا فعل مضارع مبني للمجهول. مرفوع وعلامة رفعه الضمة طيب الآن ممتاز يا تمام أي فعل مبني للمجهول يأخذ نائب فاعل إذن الخطط نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وإيش حكينا يا سابع نائب الفاعل يعني أخذ مكان الفاعل فقط لقبت أسماء نفس الإعراب هلأ خلونا بس نروح آخر شيء للمصادر عشان هيك نكون نحن إن شاء الله غطينا أغلب المادة الآن عندي فتحة بدي أرجع أراجع معكم يا سابع بشكل سريع المصادر مصادر الأفعال الثلاثية حكيت دائما باخذها عن طريق عملية الشيء، يعني ما في عندي أوزان محددة أنا بإمكاني أوزن عليها ممتازة يا أسماء، ما بإمكاني نعم يا وسام ما بإمكاني أوزن عليها مصدر الفعل الثلاثي، لكن المزيد بحرف إيش يعني مزيد بحرف؟ يعني فعل رباعي، إذا كان على وزن أفعل بيكون المصدر منها إفعال مثل سنة إحسان طب لو كان الفعل منها على وزن فعل مثل حسنة إيش المصدر منها حسنة تحسين إذا فعل تفعيل طب لو كان على وزن فاعل مثل شاركة إيش بيكون المصدر منها شراك أو مشاركة إذا على وزن فعال أو مفاعلة الآن آه خلونا نشوف الأفعال اللي عندي فتح عملية ماذا؟ الفتح لماذا قلنا عملية ال؟ لأنه فعل ثلاثي نروح لأنزل أنزل رباعي لازم لا يا مس دانا نزول لو حكيت لك نزل عملية النزول خطأ يا سابع أحسنت يا تميم وصالح إنزال لماذا إنزال؟ لأنها على وزن أفعل وأفعل المصدر الصريح منها إفعل إذا أنزل إنزال أحسنت يا عبد الرحمن ممتازين يا سابع طب كرم أيضا رباعي والرباعي هذا على وزن فعل كرم مش إكرام يا سابع لا اللي عوز ممتاز يا قيس إذا كرم عملية التكريم ممتاز فعل تفعيل ضروري تحفظوا هلأ رح أرجع أفتحلكم على المصادر وأوزانها عشان تحفظوهم يا سابع طب قاتل رباعي على وزن فاعل فاعل إما ممتاز يا دانا قاتل اللي هي قتال أو مقاتل على وزن فعال أو مفاعلة ممتازين يا سابع مثل ما حكينا شاركة على وزن فاعلة فالمصدر الصريح منها شراك أو مشاركة تنتان صحيحات هاي بدي أفتح لكم عليهم وهي يا سابع اللي هي الأفعال المزيدة بحرف بإمكانكم تأخدوها سكرين هيك ان شاء الله يا سابع انه بنكون غطينا اغلب الماده من الدروس اللي داخله معكم في الامتحان بالاضافه للقواعد، إذا في أي شيء، هذا هو الامتحان يا حلا، إذا في أي شيء يا سابع ما فهمتوه كامل كل المادة اللي نحن شرحناها موجودة على اليوتيوب، لكن أنا شرحت هاي المرة القصيدة لأنه ما شرحناها سابقاً مو موجودة على اليوتيوب، لكن درس الألعاب الأولمبية كامل موجود على اليوتيوب، بالإضافة لجميع القواعد أيضاً موجودة على قناتنا في اليوتيوب يا سابع، بإمكانكم إن شاء الله تدخلوها، الله يعافيكم يا سابع. طيب أشوف إذا حدا عنده سؤال تميم. شكراً ما عندي سؤال بس كنت رافع بالغلط. عادي يا تميم. اهلا سنافي في كويز هذا يا مس كان الامتحان علشان تتمكنوا من الماده بس لو تطلع لي بدايه الصفحه لفوق عشان اصور سكرين اي صفحه اللي انا موجوده فيها ولا الامتحان لا الامتحان يلا ثواني هاي بدايه الامتحان ثواني إذا بدكم برضو بنزل فيها طيب عمر عندك سؤال يا مس لا بس أحب أني أحكي لك يعني الله يعطيك العافية الله يعافيك يا عمر يرضى عليك يا مس طيب أيضا من كمان عنده سؤال اللي حاط رقمه يا مس مش عارفة شو اسمك عندك سؤال هاي سابع بحرك في الشاشة عشان اللي بحب يعمل سكرين بعد ما يدرس يرجع يحل الأسئلة أيضا ميز محمد الجندي عندك سؤال آه مس لو سمحتي بس آ... أنت حكيت إنه أحكي ان لنا مثلا اللي حكيت ما حكيت تمام يا تمام احكي لنا إيش المثلين اللي بتعرفهم وإيش الموقف اللي نحكي فيه الله يعافيك يا محمد الأول رجع اه رجع بخفي حنين ممتاز والثاني جنت على أهلها براقش ممتاز وفي رب رمية من دون رامن والحكاية فيها إنا وعادت حلي... حليمة إلى عادتها القديمة ممتاز طب تميم بتعرف كل مثل نحن ليش بنحكي أو شو القصة آه. اللي صارت طب احكي لنا آه. يمهم كلهم ولا اختار اثنين اختار اثنين اللي انت حابهم الحكايه فيها انه كان في حاكم وصديقه فتقاتلوا على على شيء خلاف صار بينهم فهذا الصديق خرج من المدينه فامر الحاكم لكاتبه انه يرسل له رساله انه يرجع فالكاتب كان صديق للهرب نعم. تمام فكتب له اخر شيء ان شاء الله بتشديد الان ان شاء الله ستأتينا غدا او شيء هيك الناس شو كان شو كان مكتوب بعدين بس قراها ذكر ايه اللي هي ان ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك نعم بتشديد ان فرد عليه إن شاء الله سآتي إن شاء الله فعرف الحاكم إنه فعرف الكاتب إنه صديقه فهم الرسالة وما أجاش للخطر فيضرب هذا المثل لما يكون في حكاية أو رسالة عندك شك فيها فبتحكي الحكاية فيها إن ممتاز إذا بتضرب في القصص أو في المواقف اللي فيها شك ممتاز أيضا وفي جنت على أهلها براقش أو على نفسها براقش نعم. آه هذا في قرية صغيرة آه كلبة تدعى براقش كانت كل ما يهجم عليها أعداء أو آه يجي لص شيء آه تنبح عشان أهل القرية يخرجوا ويدافعوا آه عنها فإجا عدو لأهل القرية فبدأت براقش في النباح أهل القرية خرجوا لكن ما استطاعوا أنهم ما استطاعوا أنهم يستطيعوا يعني يدافعوا عن القرية فلجأوا إلى مغارة كبيرة ودوروا الأعداء عليهم في القرية ونهبوا البيوت وال هذا وما ما لقوا أهل القرية فلما إجوا يطلعوا براقش طلعت من المخبأ من المغارة اللي هم متخبيين فيها وقعدت تنبح فرحا لخروج الأعداء نعم. فاتبه الأعداء لصوت النباح البراقش ورجع ل... ورجع و... ولقى ل... الأعداء جوا المغارة فقتلهم وقتل أه... كلب براقش وقال هذا المثل عندما تجلب الهلاكة إلى نفسك ولي أهلك جنت على أهلها براقش ممتاز اذا يقال هذا المثل عندما تجلب المشقه لك او لاهلك احسنت يا تميم ممتاز ما شاء الله عليك يا مس طيب سابع هيك ان شاء الله بتكون انتهت حصتنا لليوم بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الامتحان واستفدتوا من المراجعه والحصه الجايه ان شاء الله رح اسالكم عن العلامات بدي باذن الله نفس الشهر الاول الاغلب كان جاب علامات عالية أو الأغلب كمان علامات كاملة مس الله يعافيك يا محمد، آه يا محمد شو اسمك عمر استباب تحداكي على أبواب؟ أنا ما دخلت المسابقة راح أدخل باسم هذا عمر بالعربي؟ نعم تمام طيب شكرا يا عبد الرحمن الله يعافيك والله يعافيكم جميعا يا سابع بنلتقي بإذن الله يوم السبت الجاي أيضا حصتنا الساعة واحدة مع السلامة يا سابع مع السلامة